اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الترند المحلي عندنا موضوعات مهمه جدا في هذه الفقره احنا نتكلم على مستقبل ومشوار منتخبنا الوطني في الفتره اللي جايه نشوف الترند المحلي واول حاجه معايا سبورت 360 مصريه من خلال حسابها الرسمي على تويتر واللي بيقول فيفا يحدد موعد مبارتي مصر والسنغال في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 25 مارس مباراه الذهاب 9 مساء 28 مارس 9 مساء لقاء الاياب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني انا امبارح اول ما شفت المواعيد دي انتشرت في كل المواقع حتى موقع الفيفا نشرها على الاكونت الرسمي والحساب الرسمي والويب سايت استغربت لان اولا بخلاف مباراه منتخب مصر كان مكتوب مثلا ان تونس هتلعب مع مالي 26 و28 طب هو طبيعي تلعب الذهاب 26 والعوده 28 وبينهم يوم واحد فاصل استغربت قلت أكيد المواعيد دي مبدئية بتتحط في الأجندة الدولية في الفترة من 21 ل 29 مارس. النهاردة زي ما توقعت إمبارح الموقع الرسمي للفيفا من خلال حسابه ومن خلال كل التفاصيل المكتوبة على الويب سايت الخاص بالاتحاد الدولي تم مسح كل المواعيد اللي ذكرت بيه الأمس قدامكم على الشاشة أهو. تم مسح كل المواعيد وإلغاء كل المواعيد اللي اتكتبت إمبارح وبالتالي مباراة مصر والسنغال لا 25 ولا 28 ولا 24. الأجندة الدولية في هذه الفترة من 21 ل 29 التوقيت الرسمي اللي هيتحدد فيه مباراتي مصر والسنغال الذهاب في القاهرة والعودة في دكار مش هيتحدد إلا خلال أسبوع 10 أيام أو بحد أقصى أول مارس عشان تبدأ المنتخبات تستعد للسفر والإجراءات وكمان يتم تعيين الأطقم التحكيمية لهذه المباريات في ظل إن المباريات دي هتتلعب بوجود تقنية الفيديو الفار فبالتالي كل المواعيد اللي تم ذكرها إمبارح والنهاردة غير صحيحة والفيفا زي ما نشرنا هو من خلال الصوره اللي عرضناها على الشاشه تم مسح المواعيد من خلال الويب سايت الرسمي للاتحاد الدولي فيفا وبالتالي كمان مصر لا طلبت تعديل ولا المواعيد دي رسميه وحتى حساب اتحاد الكوره نفسه مسح المواعيد بعد الفيفا ونشرها واصبحت المواعيد دي لسه كلها مبدئيه وما فيش حاجه رسميه. طيب نروح لحساب في الجول وابتدت بقى ردود الافعال على المواعيد اللي اتكتبت امبارح وطلعت مواعيد غلط واتمسحت النهارده بس الناس تفاعلت بسرعه مع المواعيد. حساب في يمكن على تويتر نشر تصريحات لمصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر قال فيها نفكر في التقدم بطلب لفيفا من اجل تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال بسبب ضيق الوقت بين المباراتين سيتم التنسيق مع اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام طبعا مفيش طلب هيتقدم للفيفا لان اصلا المواعيد نفسها مش رسميه فطالما الفيفا مسح والغى المواعيد من خلال الويب سايت الرسمي للاتحاد الدولي فبالتالي لسه ما فيش قرار نهائي فبالتالي اي طلب هتقدمه اصلا مش هيكون ليه معنى لكن البعض حاول يعمل متابعه على المواعيد وانا زي ما توقعت المواعيد كلها مبدئيه ومش هيتم الاستقرار عليها دلوقتي نروح لحساب في الجول مصدر من الكاف بيقول بالتاكيد الاتحادات تعلم مواعيد الدور الحاسم من التصفيات منذ ايام ومنذ ذلك الحين تحفظت بعض المنتخبات على المواعيد وذلك بسبب الفارق في الايام وهو ثلاث ايام مقابل عدد ساعات السفر بين الدول. طبعا التاكيد النهائي ده لسه هيكون خلال اسبوع في الفتره اللي جايه وهيتحدثوا مع الفيفا عشان فرصه في النظر في تعديل المواعيد وانا قلت المواعيد دي مش رسميه بدليل لو الناس ركزت وخدت بالها من مباراه تونس ومالي كان محطوط 26 لقاء الذهاب في باماكو عاصمه مالي ولقاء العوده 28 في رادس. معقوله يوم فاصل ما بين مباراتين؟ استحاله طبعا يكون معاد رسمي. نروح لحساب كورة بلس وبدأت المتابعة على لقاء الذهاب ما بين مصر والسنغال حساب كورة بلس بيقولوا من خلال حسابهم على تويتر في تصريحات لسيادة اللواء علي درويش المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي اللي هيستضيف المباراة بيقول فيها استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة مباراة مصر والسنغال إن شاء الله الاستاد يكون في أبهى صورة كما هي العادة وإذا كان الحضور خمسين ألف أو ستين ألف إن شاء الله يعني بإذن الله جمهور مصر هيكون في الموعد ويصنع الفارق في هذه المباراه لانها مباراه صعبه جدا 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 والحسم مش هيتحدد من لقاء القاهره المباراتين سواء في القاهره او في داكار عاصمه السنغال ومن حسن حظنا ان في ملعب جديد هيتم افتتاحه في السنغال خلال اسبوع يوم 22 فبراير ملعب ارضيته على اعلى مستوى وان شاء الله هتبقى فرصه لمنتخبنا ولاعبتنا المحترفه تقدر تعمل مباراه كبيره وطبعا لعيبه السنغال اكيد هتبقى ملعب بالنسبه لها مميز جدا عكس الملعب الاساسي اللي كانت بتلعب عليه مبارياتها فان شاء الله يارب رب كل التوفيق لمنتخبنا سواء في استاد القاهره او استاد ديومنتي في مدينه دقار عاصمه السنغال